طبعا الفعاليات الغنائيه كمان اللي بيقدمها مهرجان العالمين هيكون ليها تاثير كبير جدا في الاعمال الفنيه، وهنشوف يمكن تنافس كبير ما بين الفنانين في الفتره اللي جايه، خصوصا بعد ما شفنا الحفلات المتنوعه في مهرجان العالمين واللي اظهر لنا العديد من النجوم الشابه، ده كمان بالاضافه للنجوم الكبار. طبعا يمكن شاهدنا النجوم المختلفين من جنسيات مختلفه في الدول العربيه، كاظم الساهر، ماجده الرومي، عمرو دياب وغيره وغيره. في الحقيقه كمان في اعاده بقى للاغنيه الوطنيه لاذهان الجمهور المصري، واللي بيقدم بعض النجوم الاغاني الوطنيه دي وشعارها غزه في حفلاتهم الغنائيه في مهرجان العالمين. وكان من ابرز النجوم طبعا النجم محمد منير، واللي قدم اغنيه يا العماره واهداها للشعب الفلسطيني في حفله، مسانده طبعا منه للشعب الفلسطيني في محنته، بالاضافه للنجم حمزه نمره واللي قدم اغنيه يا ظريف الطول، وهي اغنيه اصلا من التراث الفلسطيني. وقدم المطرب هاني الدقاق عضو فريق مسار اجباري اغنيه وطنيه بعنوان الشهيد لشهداء غزه، وفريق طبعا قام بكتابة أسماء الشهداء على شاشات اللي كانت على خلفية المسرح في الحفل الغنائي ليهم في العالمين. قدمت المطربة دينا الوديدي في حفل الافتتاح الأغنية الأيقونية اللي بترمز لصمود الشعب الفلسطيني ليفا بالستينا، واللي أعاد تقديم ريميكس لأوبيرات راجعين طبعا الأوبيرات الوطني، واللي اتعرض مؤخرا للجمهور وشارك فيه عدد كبير من المطربين. خلونا نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل أكتر. معانا المطرب أحمد السويسي، مساء الفل عليك يا أحمد، وكلمنا عن رأيك في الفعاليات الغنائية المختلفة في مهرجان العالمين، وخليني احدد بيها الاغنيه الوطنيه طبعا لغزه. مساء النور يا وسنت، مساء النور على كل المشاهدين. وانا كنت يعني مبسوط جدا في اليوم اللي انا كنت فيه، الحدث كبير جدا وعظيم قوي ومصر حلوه قوي باللي بيحصل فيها، في نقله موسيقيه كبيره وفي نقله في كل المجالات اللي موجوده في العالم كلها بقت عندنا بتحصل في مصر. فدي حاجه كبيره قوي وحاجه مشرفه، وانا اتشرفت ان انا يعني كنت جزء من الحدث ده، والله يعني كنت مبسوط جدا بجد. الاغنيه الوطنيه يعني خليني اقول كانت غايبه عن المشهد، والنهارده شفناها مره تانية بتعود وبقوه في مهرجان العالمين الجديده. انت شفت ده ازاي كمغني؟ يعني انت النهارده اكيد عندك انواع مختلفه من الكلمات اللي بتغنيها، لكن الاغنيه الوطنيه لسه ليها حتتها كده المختلفه عند المواطن المصري. اعاده الاغنيه الوطنيه مره تانية للمشهد، شايف ده ازاي؟ شايفه حاجه يعني لازم نبقى فخورين بيها جدا. ده تراث، طبعا تراث مصري عظيم. النشيد الوطني ده يعني بيحرك روح ومشاعر كل المصريين، يعني البلد بجد، يعني حب الوطن ده في قلب كل مصري كبير جدا. فيعني ده شيء مشرف جدا انه بيحصل وبيتعاد للاجيال اللي جايه كمان، ان هي تبقى واعيه ان في نشيد للبلد بيبقى بشكل، يعني حتى في التطور الموسيقي عندنا لما بنكون عاملين اغاني قديمه المزيكا بتتجدد والدنيا بتتطور، في حاجات قديمه بتتطور معاها، فده كان لازم يحصل. فيعني انا مبسوط جدا من اللي حصل ده وشايفه حاجه كبيره قوي بجد يعني. احنا كمان اكيد فخورين برجوع الاغنيه الوطنيه مره تانية، وكمان وجود الاغنيه الوطنيه اللي شعارها كان غزه في الحفلات الغنائيه المختلفه للفنانين الكبار طبعا اللي ابدعوا على مسارح ارض او مهرجان العالمين الجديده. شكرا جزيلا ليك طبعا، يعني دورك كان كمان مهم جدا، وقدمت كمان حاجه مهمه الفنان احمد السويسي. شكرا جزيلا ليك.